سلمى، تطوير الذات موضوع بتبرز أهميته ضمن قائمة أولوياتنا في الأولويات في حياتنا لمواكبة تطور العصر وتوسيع المجالات الحياتية سواء على الصعيد العملي أو العلمي، اللي بيؤدي بدوره أيضا لتطوير المجتمع. اليوم رح نتابع حديثنا عن تطوير الذات اللي كنا بدأناه مع الدكتورة لبنى بشارة، خبيرة في مجال التنمية الإدارية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية. صباح النور. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نسترجع معك سريعا، تطوير الذات شو تعريفه؟ تطوير الذات هو نظام تنموي بيمر فيه الفرد لحتى يتطور من مرحلة لمرحلة أفضل، يعني لحتى يصير في عنده تغيير إيجابي. هذا التغيير لازم يكون ملموس، لازم يكون محسوس، لازم نقدر يا أما نقيسه يا أما نشعر فيه. هلأ ليش عم نقول هو نظام؟ لأنه هو عبارة عن مجموعة من العناصر. طيب هي العناصر في إلى آليات لتطويرها، وهي بتتأثر وبتأثر بالبيئة المحيطة، لهيك هو نظام. بعدين تنموي لأنه فيه تطوير من مرحلة لمرحلة أفضل، فهي باختصار هو موضوع تطوير الذات، يعني أسلوب نحن بنستخدمه لنصير بوضع أفضل وبناء عليه نحقق غاية نحن بحاجة لها. دكتورة، يمكن حكينا بحلقة سابقة عن هيدا الموضوع وحكينا عن أهم النقاط الأساسية اللي لازم يركز عليها الشخص لتطوير ذاته، بس يمكن كثير من الناس هلأ بتسمعنا بتقول ما في عوامل مساعدة، لا عوامل معيشية اقتصادية ولا عوامل عملية. أنا نوعا ما كيف بدي اقدر ادعم هدول الاشخاص لتطوير ذاتهم؟ لما اقول انه انت ضمن امكانياتك الموجوده فيك تطور ذاتك، كيف فيني ادعمهم او فيني اقول لهم على اهم النقاط الاساسيه اللي من خلالها انا فيني اطور ذاتي؟ تمام. هلا في عندنا اساسيات بموضوع تطوير الذات اللي هنن: اول شيء بدي انا ركز على العناصر الاساسيه بالموضوع. العناصر الاساسيه انه انا شو هدفي، يعني انا فرضا ظروفي منيحه او ظروفي سيئه بس ما عندي هدف، فالنتيجه واحده تماما. فمعناته لازم بالبداية أعرف أنا لوين رايح، وين ماشي، شو بحب بالحياة، فحط هدف. بعدين بدي يكون عندي مؤهلات معينة، إذا ما عندي إياها أنا بدي أسعى لتطويرها لحقق هذا الهدف. معناته أنا بدي يكون عندي شيء أسعى لتحقيقه، فبطور حالي بمؤهلات، بمهارات، بطريقة تفكير، بمجموعة أساليب معينة للحياة، للتواصل، للتعاون، للعمل ضمن فريق. بطور حالي بهي المجالات لحتى أكون امتلك شو القدرة. معناته صار عندي هدف وصار عندي قدرة. طب أنا عندي قدرة بس ما عندي هذا الدافع النفسي، ما عندي الحافز، ما عندي الرغبة. هدول كيف بدي أعملهم؟ بدي أشتغل على شق ثاني من تطوير الذات اللي هو التحفيز الذاتي. معناته تطوير الذات بده يعتمد على تطوير مؤهلات، بده يعتمد على تطوير أو تحفيز ذاتي، هدول العنصرين، وبده يكون في هدف. فهدول ثلاث عناصر تماما. هلأ كل عنصر من هدول في له آليات لنحنا نقدر نشتغل عليها لنبنيها صح. في هي الآليات اللي بتدعم العناصر الثلاثة اللي هنين القدرة والرغبة والهدف. منحكي هلأ بالآليات، لكن بالإضافة للآليات في عنا العوامل الداعمة اللي هي الجذور اللي أنا بدي أشتغل عليها، اللي هي سلوكياتي لحتى أدعم نفسي لوصل للهدف. شو هي جذور للوصول للهدف ولتطوير ذاتي؟ هي الجذور أو العوامل الداعمة أنه أنا بدي يكون عندي الصبر. تمام؟ بدي أعرف أنه أنا ممكن أفشل كتير، معناته أنا في عندي صبر لوصل للهدف تبعي. هون بنحكي عن القدرة، يعني قديش أنا قادرة فعلا ضمن هي مهارة حتى الصبر. أنا بطور مهارتي بالصبر لأنه هو عبارة عن تدريب. صح نحن بجوز نخلق صبورين أو ناس عصبيين أو لجوجين يعني مستعجلين، فلكن نحن منطور هاي المهارة. نحن هون إذا عم نحكي على تطوير الذات معناته الشخص هو واعي، شخص حابب أنه ينطلق نحو الأفضل. فلحتى ينطلق بده يشتغل على عدة مستويات: مستوى المهارة، مستوى التفكير، ومستوى العناصر الشخصية، السمات الشخصية. فمثلا الشخص بده يكون صبور، قلنا بده يكون عنده مرونة، يعني صار معه ظرف غير الشيء اللي هو عم بيفكر فيه، اوكي معناته لازم يغير اسلوبه او لازم يغير الامور اللي عم بيستخدمها. تمام. فالمرونة بتغيير امورنا لنتاقلم مع الواقع اللي محيط فينا، لنتاقلم مع اي تغيير. معناته صار في عنا عناصر وفي عنا اليات وفي عنا الجذور الداعمة لنجاحنا، اللي هي الصبر، المرونة، التأقلم، الإيمان بهدفنا. أنا لما أكون مو بس اليوم بقول أنا هيك حابب صير، لا بدي آمن فيه. كل ما كنت مآمن فيه بكون متمسك فيه أكثر وبكون صبور عليه ليتحقق. معناته الإيمان بالهدف هو شغلة كتير مهمة.
بالإضافة لأنه أنا بدي أعرف أتقبل الواقع المحيط فيني. لأنه أول نقطة أنا بقول إيه ظروفي ما بتسمح وما بيصير هيك، ما بتزبط معي، لكن أنا بالخطوة الأولى بدي أقول أنه هذا هو الواقع، فيه نواحي معينة إيجابية، فيه نواحي معينة سلبية، فأنا بدي أتقبله بمثل ما هو، وبدي أعرف أنه الناس اللي نجحوا كمان كان عندهم ظروف إيجابية وظروف سلبية. لما أتقبل هذا الواقع ببني هدفي بناء عليه. يعني بقول هدفي ليتحقق بدي أشتغل على 1، 2، 3 اللي هن بهي الظروف السيئة مثلاً، أو بهي ظروف الأزمة، أو بظروف معيشية متدنية مثلاً. فمعناته تقبلي للواقع هو بيعطيني حافز لانطلق من واقع سيء لنعتبر، أو واقع حالي، لمرحلة أنا بدي وصل فيها لهدفي. معناته صار في عنا عناصر لتطوير الذات، في عنا آليات، وفي عنا العوامل الداعمة اللي هي شغلات أنا بدي أقتنع فيها، أقتنع بالواقع، يكون عندي صبر، يكون عندي مرونة، يكون عندي أساساً إيمان بهدفي لضلني متمسك فيه. طيب. تمام؟ فهي هي العناصر الأساسية بنظام التطوير الذاتي. هلأ إذا بدنا نقول في عندي ظروف سيئة، طيب أنا بدي أطلع معناته على العالم اللي كان عندهم مثل هاي الظروف. فرضاً بدي أقول إنه وضع اقتصادي سيء. هلأ بشوف أولاً أنا قلت إنه نظرت للواقع وتأقلمت وتقبلته. بدعم حالي أكثر. شلون؟ بقول مثلاً مين الأشخاص اللي هن اشتغلوا بظروف سيئة؟ كنتاكي، مطاعم كنتاكي، صاحب هاي المطاعم اشتغل لصار عمره 65 سنة. هلأ هي من المعوقات الثانية عمر اللي هي السن العمر أنه صار كبير حتى، لكن هو عاش بظروف كتير سيئة، وكان هو حتى يتيم، فهو اضطر يشتغل بعدة أماكن. نفس الشيء اللي بس هون تكمن عند قدرة الشخص وإمكانيته مع التعايش مع البيئة، يعني مع الواقع. بس يعني مثلا في ناس بتقلك أنه أنا ما عاد عندي هذا الصبر وما عاد عندي القدرة. يعني في ناس اللي عم تعيش هلا بظروف تماما بظروف الحرب بتقلك أنا معيشتي الاقتصادية ما بتتحمل، معيشتي حتى عم أعطي وقت كتير من حياتي للعمل ومردودي المادي. فكل هدول عوامل ما أنا محفزة، كل هدول يمكن عوامل سلبية ناهيك عن المحيط اللي حواليك. هلا نحن بس نتطلع على المحيط ونعرف انه فيه سلبيات كثير وشويه ايجابيات، نحن بنقول نحن مستمرين بالحياه. طب انا اذا كنت يائس رح تتحسن ظروفي؟ اكيد لا. طب خليني اكون متفائل. معناته يعني ما دام اذا انا كنت يائس بهي الظروف ما رح اقدر احصل شيء او وصل لاي نتيجه. طب على الاقل خليني انا متفائل، بلكي باحتمال معين انه انا وصل لهدف او لنتيجه ايجابيه. هي النقله بين انا خليني متفائل وانا خليني تمام. اذا ضليت يائس هي النقله ما كثير الشخص بشكل عام بيقدر يوصل لها. لهيك عم نشوف حاليا يمكن في شركات عم تشتغل على دورات متخصصه بتطوير الذات عند عند الافراد اللي موجودين فيها لحتى يحسسوهم بهذا الشيء. هون بنحكي شوي بالتفصيل اكثر اذا بدنا نحكي على جماعات. يعني نحن اليوم تاثير فرد لوحده ما بيكفي، اكيد. يعني فكره تطوير الذات لازم تكون مجموعات مآمنين بهذا الشيء عم يشتغلوا عليه لحتى نقدر ننشر هاي الثقافه. كيف اليوم نقدر؟ اكيد. هلا هو تطوير الذات له اساليبه من مبدا التحفيز الذاتي. اما تطوير المجموعات هو بيصير يا اما شخص حابب ينتمي لجمعيه معينه عم تشتغل بهالمجال، يا اما مثلا مؤسسه او اداره بدها تطور موظفينها. يعني باعتبار الاشخاص بيميلوا شوي للتقليد، فدائما بيقولوا انه جمعوهم لحتى تقدروا تحصلوا على نتيجه. يعني شخص لوحده ممكن ما يتحفز، أو اما لما يشوف مجموعه كبيره رح يتشجع ممكن شوي. تمام. انه معناته تحفيز الذات عن يعني لكن بالاندماج عن طريق ضمن تحفيز المجموعه تماما. لانه عندنا تحفيز المجموعات هو شيء مختلف. هو الشيء اللي بتعمله المؤسسه لموظفينا، الشيء اللي بيعملوه الاهل لاطفالهم، هذا بيكون خارجي، دعم خارجي حتى بين الاصدقاء بين العيله. هي يعني سلمى عم تعمم حتى مو فقط شركات، يعني انا عم احكي عن مجموعات، ممكن نحن مجموعه رفقات، مجموعه اقاربين، مجموعه
كمان بالعمل يعني كمان نحن موجودين. يعني هي المجموعه مو فقط مثلا انا مجموعه عمليه في مكان العمل، لا، نحن ضمن المجتمع في هلا مجموعات كمان، مجموعات ان كان غير اهليه رسمية. غير رسميه تماماً. من خلالها بقدر، لانه مو كل الاشخاص قادره انه تقول انه انا بدي اطور ذاتي يروح لمثلا جمعيه او لاي دوره تقام حاليا، انا بدي احاول حفز هذا الشيء وجيبهم لعندي. تماما 100% اللي حكيته، لانه هو من تحفيز الذات وحده من اساليبها انه انا اتواجد مع اشخاص ايجابيين او اتواجد مع اشخاص ناجحين، فانا بتعلم منهم، انا بتاثر فيهم، وحتى مثلا بصير باخذ عبارات معينه منهم ممكن ضلني كررها. هي العبارات هي بتعطيني احساس بالتفاؤل، احساس بانه في شيء جيد ممكن يصير معي، او انا ممكن اطلع من المطب اللي انا واقع فيه. هلا بالاضافه لهيك، لما نحن نقرا عن ناس هنن فشلوا كثير او تعرضوا لظروف كثير سيئه، فنحن بنعرف انه معناته مو بس انا بالحياه اللي عم بتعرض لهي الظروف. يعني ألبرت أينشتاين بيقول انه جميع العثرات اللي عم بتمروا فيها ما بتجي جزء صغير او بسيط من الشيء اللي انا مريت فيه، وهذا اهم عالم عندنا بالفيزياء وهو حاصل على جائزه نوبل، بالاضافه لانه هو بيقول بنفس المجال انه اجعل من العثرات التي يعني او من اجعل من العثرات التي تقابله احجار ترتقي عليها. يعني قد ايه انه هو حتى مو بس تعثر فيها وتجاوزها، لا، حطها ليطلع عليا. فنحن هون معناته بدنا نشوف انه مو بس نحن الاشخاص اللي عم نمر بهي المشاكل، بدنا نتعلم من الاشخاص اللي مرقوا بنفس هي الظروف. فمثلا ظروف ماديه لنقول سيئه، ذكرنا فرضا اللي مرق اللي عمل شركه ديل، هو كان ما معه مصاري، فهو اسس هي الشركه لكن بلش من عمر 16 سنه، بلش هو يشتغل، بلش بامكانيات كثير بسيطه. حتى اللي اسس شركه الياهو، الموقع الياهو الالكتروني اللي هو كثير مهم، او حتى موقع علي بابا، هذا هو اغنى رجل اعمال بالصين، هو جاك، كان بلش ب 12 دولار. طبعا هذا الشخص هو راح تقدم لكثير وظائف وما حدا قبله، لا كعامل نظافه قبلوه، ما قبلوه حتى كرجل انه برجال الشرطه انه ينتسب للشرطه، رغم كل هي المشاكل اللي مرقت وواجهته، واللي الواحد ممكن يوقف قدامها ألف مرة يعيد حساباته ويبطل عن هدفه ويلغي موضوع الاستمرار بمجال تطوير ذاته. منلاقي حتى مثلا أديسون لحتى طلع المصباح الكهربائي هو فشل 9999 مرة، لكن بالمرة 10000 نجح بانه يلاقي هالاكتشاف. ونحن هي النقطة اللي عم نحكي عنها، يعني هي النقطة اللي عم نحكي عنها قديش الشخص قادر. يعني هذا الكلام جدا جميل، نحن كثير مقتنعين فيه، بنحاول كمان نعطيه للي حوالينا، بس لانه المحيط سلبي عم اقول لك، والبيئة سلبية، والمجتمع في ظروف، ما كثير كل العالم قادرة انه تحفز نفسها. نحن عم نحكي عن القدرة، يعني قد ما كان الشخص يمكن حتى محيطه ايجابي، اذا ما هو عنده القدرة من الداخل لتطوير وتحفيز نفسه ما بيقدر. تمام، فهو بده يقعد مع اشخاص ايجابيين، بده يقعد، بده يطلع من عزلته، اذا هو كان ملاقي حاله انه هو كثير الامور صارت سيئه عنده ومو قدران يطور ذاته، بده يطلع من هي العزله، بده يتعلم من قصص النجاح، بده يشوف الناس اللي هن مثله اللي مرقوا بهي الظروف، لانه الشخص بس يلاقي حدا بنفس مستواه بالظرف او بالماده او بالعمر او باي جانب اخر، فهو بيصير عنده امل. بعدين بده يحط عبارات ايجابيه، يعني ممكن يلاقي يعني هدول النوت الصغار يكتبهم على مثلا يحطهم على الطاوله، على المكتب، على البراد، انه انا قادر، انا او يحكيهم مع حاله على المرايه، لانه دائما هي العبارات بتروح على العقل الباطن، بتسمعيها لحالك تماما بشكل مستمر، فبيصير الواحد ضمنيا وهو بدون ما يحس عم بيخرج من هي الحاله الياس او الجمود اللي قاعد فيها. فمع الوقت هي اكيد بدها وقت، لكن بدها تدريب. هذا التدريب هو اللي بخلينا نسرع مرحله انه نحن نطلع من هي الحاله، لكن بالاول وبالاخير نحن بدنا نعتمد على ذاتنا، وما في حدا بيقدر يطلعنا اكثر من ذاتنا. اكيد، يعني نحن كل اللي عم نقوله اليوم هو طرائق، يمكن نصائح، توجيهات، لكن بالنهايه الشخص اذا ما كان هو حابب هذا الشيء وحابب التغيير والتطوير ما حدا بيقدر يفيده. تمام، هلا هو حتى لو ما كان كثير متشجع
بس يطلع مجرد الاطلاع بيخلق عنا هي الدافع حافظ شوي. تماما نعم. هلا حتى اذا شفنا مثلا اذا بدنا نشوف بالمعوقات اللي بتمرق معنا، لانه هي الظرف اللي نحن عم نمر فيه الازمه هو مجموعه من المعوقات الكبيره، يعني الوضع المادي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، كل هي النواحي هي عم بتاثر. فمثلا رح ناخذ امثله اذا بدنا نحكي على الظروف. مثلا اذا عم نحكي بالعمر الكبير فكنتاكي، لانه في هي وحده من المعوقات بيقول واحد انا صار عمري فرضا كثير كبير، كنتاكي صار عمره اللي اسس هي الشركه 65 سنه لحتى نجح. طيب اذا بدنا نشوف العمر الصغير، لان احنا بنقول اوقات لاطفالنا انه لك لسه صغير وين يعني وبعدين ملحق انت، فهو ديل بلش بال 16 سنه. طيب اذا بدنا نروح على معوق ثاني اللي هو الفشل، بنلاقي اديسون. تمام، فمعناته نحن فينا ناخذ عبره من كل هدول الاشخاص الناجحين انه نحن بنقدر ونحن قادرين، لكن بدنا نحن نحط السلم على المكان الصح أكيد. ونطلع فيه درجه درجه. اكيد طول ما انت من جوا قادر ومتمكن بتقدر تعمل اي شيء، هي الرغبه لازم تكون موجوده عندك من الداخل. دكتوره لبنى بشار نتشكرك على وجودك معنا وعلى النصائح اللي قدمت لنا اياها، الحديث يطول فاكيد رح نحكي عنه بالحلقات القادمه. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا دكتوره. أهلا.